كشفت وزارة التنمية المحلية عن الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالمحافظات في تنفيذ حالات الإزالة منذ بدء أعمال المرحلة الأولى من الموجة 23 في 6 من يوليو وحتى 20 من يوليو الجاري. نجحت الدولة في استرداد حوالي 421 ألف متر مربع بعد إزالة 1808 مبان مخالفة على أملاك وأراضي الدولة وإزالة 842 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 2109 أفدنة.